وصفات البرطمان كل مرة أحلى وأحلى. النهاردة برطماننا سيفود. في حل على النار هنسلق الكاليماري مع الجمبري، ملح. في بولة هنخلط مع بعض الصوص، هنحط الملح والفلفل وعليهم زيت الزيتون، عصير الليمون، بقدونس، ثوم مفروم، ونخلطهم مع بعض. في بولة هنخلط مع بعض كاليماري والجمبري المسلوقين وعليهم صوابع الكابوريا، فلفل أحمر، زيتون أسود وأخضر، وبصل جوليان، كرفس. في البرطمان هنحط كل مكونات السلطة دي وعليها الدريسنج، ونحط رشة زيت زيتون على الوش ونقفل البرطمان. وبرده هنقلب البرطمان قبل ما ناكله عشان يبقى طعمه جامد جدا. بالهنا والشفا. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.